وسهلا بكم مجددا طلابي طلاب الصف الثامن في الوحدة الثانية من هذا الفصل بعنوان في قصص الشعوب. وفي بداية أسبوع جديد مملوء بالتفاؤل والأمل، أسأل نفسي ماذا سأتناول خلال الأسبوع؟ هل سأتناول درساً في القواعد أم كتيب اللغة والأدب أم أنني سأذهب لكتاب اللغة العربية للنص فالنتينا تيريشكوفا؟ خلال هذا المقطع سوف نتحدث عن أهم المحاور التي سنغطيها خلال هذا الأسبوع. سننتقل إلى الوحدة الثانية للصف الثامن بعنوان في قصص الشعوب. سوف نتناول فيها فن القصة القصيرة، وسوف نتحدث عن القصة القصيرة بالمجمل، وأنها عمل أدبي يصور حادثة من حوادث الحياة أو عدة حوادث مترابطة. يتعمق فيها القاص في تقصيها والنظر إليها من جوانب متعددة ليكسبها قيمة إنسانية خاصة مع الارتباط بزمانها ومكانها وتسلسل الفكرة فيها. سيكون هناك عناصر أو خصائص للقصة القصيرة، بما في ذلك الوحدة، المقصود بها أن تتضمن فكرة واحدة أو حدثا واحدا وشخصية أساسية، إضافة لواحد أو لهدف واحد، بهدف أن يصب الكاتب جميع إبداعاته في هدف واحد. ثانياً التكثيف، أي التوجه بشكل مباشر إلى هدف القصة ومبتغاها من خلال أول كلمة فيها. والدراما، وهي وجود مزيج من الحرارة والحيوية في القصة حتى لو كانت خالية من الصراعات الخارجية. وعلينا أن نتأكد أن هناك ما يسمى بعناصر القصة كالزمان والشخصيات والمكان والعقدة والحل. في هذه الحصة عزيزي الطالب سنبدأ بالرهان، وهو مسلسل اجتماعي من حلقات مسلسل مرايا، سيعرض أمام الطلاب في الحصة، وبعد عرضه أمام الطلاب في الحصة سيقوم الطلبة بالإجابة على الأسئلة الموجودة داخل الملزمة صفحة 35 بعد مشاهدة حلقة الرهان من المسلسل الاجتماعي. سيجيب الطلبة إلى نظرة المسلسل أو الكاتب الخاص بالنص لمسألة الرهان، وأيضا بما تصف زوجة أسعد، وكذلك ما سبب كراهية أخت يحيى لزوجة أسعد، وسيعدد الطالب شخصيات القصة والسبب الذي أدى بالأصدقاء لحصول الرهان، وكيف تتوقع أن تنتهي القصة ليثبت ذلك ويؤكد الفن القصصي للطالب. في الحصة التالية سيجيب الطلبة عن باقي الأسئلة داخل الملزمة، ومنها أنك بعد مشاهدتك الحلقة لو كنت مكان يحيى هل تفعل فعله نهاية القصة؟ ثم بما تصف شخصية أسعد؟ بالإضافة إلى أن قصة الرهان قصة مترجمة، ما أهمية دراسة الأدب من ثقافات مختلفة برأيك؟ اكتب وزملاؤك الدروس التي تعلمتها من القصة. سننتقل في الحصة التالية لقصيدة موطني. سيبدأ الطالب بالاستماع لقصيدة موطني ثم يردد معها مرة تلو مرة. ثم سننتقل عزيزي الطالب لتعلم درس الفاعل، وسوف نتعرف ونثبت أن الفاعل هو اسم مرفوع يأتي بعد فعل مبني للمعلوم ويدل على من قام بالفعل. والفاعل يأتي بأحد الصور الآتية، إما اسم ظاهر أو ضمير متصل أو حتى ضمير مستتر أو اسم إشارة أو حتى الاسم الموصول. وهكذا عزيزي الطالب نكون قد أنهينا الأسبوع بما يحويه
من مادة في القواعد حول الفعل المضارع ثم الانتقال إلى كتيب اللغة والأدب، فن المناظرة، نص مناظرة بين العالم والشاعر. أسبوعا سعيدا وموفقا أتمناه لكم. إلى اللقاء.